يا وحوي هي خلي هلالك والبدر مبان. بسم الله الرحمن الرحيم واهلا بحضراتكم في ثالث يوم من ايام رمضان. شايفين الشهر ما شاء الله يعني شدت حلو شويه، فان شاء الله ده برضو هنقول زي ما كل سنه كنت بقول لكم بنقول مهر رمضان واحده واحده علينا، ويا رب يمشي بالراحه عن كده. معلش هي ايام مباركه وربنا يبارك فيكم جميعا. النهارده هنعمل اربع اصناف زي ما اتفقنا. هنعمل مقبلات بتاعتنا اللي احنا نمشي بيه، مقبلات الشوربه اسيبها لكم والسلطه امرها سهله معاكم باذن الله. هنعمل صنف جلاش بطريقه زي طريقه البرك التركي، طريقه قريبه ليه كده، هوريه لكم طريقه سهله قوي هتعجب حضراتكم جدا. بقى كده عندي صنف مش مكرونه اللي هو سوبريك، عارفينه، هوريكم العجينه ازاي وهنحمره وهنشوف الدنيا فيها مع بعض. هنحشي لحمه وجبنه مع بعض، وممكن ان انا احشي جبنه بس بالريحان، هنشوف الدنيا فيها دلوقتي مع بعض. بقى كده عندي نوع لحمه فيليه، نوع اللحمه الفيليه دوت يمشي سواء بالصوص الفلفل الاسود او اللي انا هعمله منسي بالصوص البني، وهنشوف الدنيا فيه. بس حاجه جميله قوي هتعجبكم، وازاي هنغطيه زي فطيره الرعب بمعنى اصح بالبطاطس. بعد كده عندي تورته الكنافه هنشوفها برضو ازاي واحده واحده كده عشان نلحق نخلص شغلنا والدنيا سهله وبسيطه ان شاء الله، وكل شيء سهل وبسيط معاكم. اول حاجه في الجلاش، طبعا الجلاش معروف امره سهل جدا، بيكون عندي السمنه بالشكل دوت السايحه، عندي لحمه مفرومه او عندي جبنه، ما قدرنا نص كيلو جلاش، ربع كيلو مفروم، كوبايه سمنه، كوبايه لبن بيضه، ده اهم حاجه في الحادق طبعا، معلقه صغيره ملح، رشه فلفل اسود، وخلصت القصه بتاعتنا. بيكون عندي قوالب زي ديت عندي اهلا وسهلا، ما عنديش، ما فيش مشاكل ابدا. القوالب اللي زي ديت ما عنديش، القوالب اللي زي ديت الشيف محمود وعندي عزومه عايز اعمل في الكلام ده، بنجيب القوالب اللي هي بربع جنيه عارفينها بتاعت الكب كيك ونقدر نشتغل فيها، او اعمل الاشكال الشكل اللي انا اعمله ده واحطه في الصينيه ولا يهمكم. يعني انتوا هتقدروا تعملوا كل حاجه باذن الله، وزي ما بقول لكم جربوا وشوفوا الدنيا هتعمل ايه معاكم، هتلاقي الدنيا معاكم احسن من الشيف محمود واحسن من ايه بالظبط كده، بس الدنيا صيام فما فيش داعي. وبعدين بنبدا نيجي كده، ادي السمنه اهيت، بنتني الورق بالشكل ده، يا رب الدنيا تكون واضحه اهيت معاكم. بنيجي كده ونيجي كده، وبعدين يا ست ام احمد، يا ست ام احمد اهلا بحضرتك. السلام عليكم. عليكم السلام يا استاذتنا، ايه الصيام مضيع صوتك؟ اه ربنا يديك الصحه. انت طيب يا شيخ محمود وسعادتك بخير الف، مش هقدر اقول لك شابي جنزبيل بقى. بقول لك مفيش حد في الدنيا خالص احسن منك. ربنا يخليك يا رب. حضرتك استاذنا ما يفرق فعلا في كل حاجه. الله يكرمك. وعملت لنا الكنافه النابلسيه تحفه طبعا. تسلم ايديك، جربتيها؟ الف مره. الله يخليك يا رب. جربتيها يا ست الكل؟ الحمد لله عملتها بصراحة ممتازة، بس ما عرفتش انزلها. ولا يهم، انا انزلها لك على الفيس. تنزلي مين يا باشا؟ انت تعمليها وتاكليها يعني. تعمليها وتاكليها على طول، الف هنا. ربنا يخليك لينا دايما كده في تقدم يا شيخ محمود. الله يخليك ويبارك لي في عمرك، تسلمينا، ربنا ما يحرمنا من سوقك ابدا. تسلم لنا يا شيخ محمود، شكرا جدا. شكرا، تسلميلي. السلام عليكم. شكرا لسعادتك. شفتوا انتوا الدنيا في ايه وانا بكلم الست ام احمد؟ عباره عن ايه؟ برفع ادي ورقه الجلاش اهيت يا جماعه، هات لنا ورقه الجلاش ده كده، انا ليه مضايقها على نفسي كده وربنا موسعها علينا؟ يعني احنا ربنا موسعها علينا واحنا بنحب نضايق على نفسنا. انت عارف ان انا عايش في فيلا يا استاذ احمد كبيره، بس انا سايب الفيلا كلها وعايش في اوضه انا واولادي. طبعا انا مش عايش في فيلا، انا بقول كده عشان المشاهدين عارفين، والان المشاهدين عارفين انا عايش فين. راجل على قد حالي وراجل بسيط وعشرة سنين، طبعا 12 سنه الناس حفظوني انا، على ان نبقى ايه، يبقى عندي 12 اوضه او شقه كبيره او قصر وعايش في اوضه. طب سايب الدنيا ليه؟ طبعا لذيذ ودمه بيتميز بخفه دمه يا استاذ احمد. طبعا الله ينور عليك، انت اللي جميل، الله يخليك. ادي كده بصوا جلاش عملت فيه يا جماعه، حبيت احشي بقى جبنه، حبيت احشي لحمه، اللي حضراتكم عايزينه.
اللي حضراتكم عايزينه. حبيت اعمله في صينيه، حبيت اعمله لولبي كله، يعني زي المحنشه اللي عملناها قبل كده في الحلو. اهلا وسهلا. حبيت اي الطريقه اللي حضراتكم عايزينها، الطريقه اللي حضراتكم عايزينها. بنلف كده اهو، شايفين الدنيا عامله ايه. الكلام ده انا عملته لكم مره لو تفتكروا بالعجين. مره عملناه بالايه؟ بالعجين. اهو يعني انا جبت العجين لو تتذكروا حضراتكم، وفردته وورقته، وابتديت ان انا الفه بنفس الطريقه ديت واعمله كده. بصوا بقى، هي اهم نقطه، النقطه الجايه دي اهي اهو، شايفين كده؟ واضحه القصه؟ واضحه؟ شايفها؟ مش معايا. واضحه يا استاذ احمد؟ طيب انا ما عنديش ده، صح؟ برافو عليك. بصوا حتى المخرج هنا ما شاء الله نصح وبيفكر حلو، هو اخر برضه بيقول لي يا شيف محمود لو انا ما عنديش القوالب ديت انا، ما هو كمان معهوش امكانيات تشتريها. هو تقريبا كل المخرجين كده ولا ايه؟ والله الله اعلم، وما بيعملوا كده عشان اجيب لهم الحاجه. بالظبط كده. فبيقول لي لو انا ما عنديش القوالب، فقلت له هات فعلا اللي هي الاربعه بربع بجنيه تقريبا، او بكام؟ تقريبا بجنيه، ونبدا ان احنا نعمل الكلام دوت ونشوف الدنيا فيها. هنا كده اخر حاجه، ايه رايكم اعمل الجايه دي بالجبنه؟ يبقى احنا عرفنا دلوقتي هنعمل ايه؟ مالكمش حجه عندي. هي سمنه وجبنه، باكت الجلاش بس يكون فريش وواثق فيه ان هو مش مكسر ولا حاجه. ببتدي ادهنه السمنه واجي اعمله بالشكل دوت. هنا ما لقيتش القوالب ديت، لو انا عندي عزومه دلوقتي ما لقيتش القوالب ديت اعمل ايه؟ اجيب اللي هي القوالب اللي هي قلنا الاربعه بجنيه، ما لقيتش الاربعه بجنيه اقدر ان انا اعمل الكلام ده ارصه في الصينيه. اخر مرحله عندي اللي هي الايه؟ برافو عليكم، اللي هي البيض واللبن. البيض واللبن بصوا بنخليها كده اهي، دي بالجبنه. طب ممكن اعملها بالفراخ يا شيف محمود؟ طبعا ممكن. وادي كده خلصت القصه بتاعتنا كده، ونبدا بقى كده ندي المرحله الاخيره اللي هو الحاجه اللي تخلي لي الجلاش او البقلاوه او العجين بتاعي يطلع حنين. يعني ايه يطلع حنين؟ يعني يطلع طري، ما يطلعش ناشف او مقرمش، لان هنا انا مش هدي السيرب. خلاص؟ طب وبعدين؟ وبعدين وبعدين يا استاذنا يا كريم يا شيف ياسر. اهلا بحضرتك يا سيد الكل. شيف ياسر اهلا بحضرتك. الو، ازيك يا سعاده الباشا؟ شيف ياسر اهلا بيك، انا سامعك. الو، ايوه شيف ياسر. شيف ياسر، ايوه. السلام عليكم. عليكم السلام، ازاي حضرتك؟ عامل ايه؟ كل سنه وانت طيب يا حبيبي، ومصر كلها طيبه، والمسلمين جميعا يا رب، ورمضان كريم يا حبيبي عليك. رمضان كريم علينا وعليك يا حبيبي، تسلم لي، ربنا ما يحرمنا من ذوقك ابدا. يا شيخ محمود احنا وراك في كل مكان، يعني احنا وراك في كل مكان ان شاء الله. انت استاذنا، احنا بنتعلم منك كل حاجه حلوه وكل حاجه جميله. الله يكرمك. يعني انت السهل البسيط، يعني انت السهل البسيط اللي الناس كلها بتتعلم منك وتستفاد منك. الله يكرمك، تسلم، كلك ذوق طبعا، كلك ذوق يا شيف ياسر. انت استاذنا، واحنا بنتعلم منك كل حاجه حلوه وجميله، ويا رب كده توفقنا اضافه كبيره لقناه دريم، واضافه كبيره لاي مكان تروحه. الله يخليك، تسلم لي، وربنا يبارك لي في عمرك، تسلم، كلك ذوق يا حبيب قلبي. انا بهني قناه دريم فيك طبعا، يعني انت نجاح في اي مكان، يعني انت الله يكرمك. الله يكرمك، تسلم لي، ربنا يحفظك ويبارك في عمرك، وانا اخدمكم طبعا في اي مكان. ليس هناك قناه ثابته بالنسبه للشيف محمود، ولكن هناك مشاهدين ثابتين بالنسبه للشيف محمود، ولا الاكبر هو لمشاهديني قبل ما يكون لاي مكان انا بشتغل فيه. فربنا يكرمكم ويبارك فيكم، عشان كده انا بقدر المستطاع انتوا رقم واحد عندي. يا استاذه رشا اهلا بحضرتك. ازي حضرتك؟ عامل ايه؟ ازاي سعادتك يا ست الكل؟ الله يخليك، ما انت برنس واحلى الناس كلها. ربنا يخليك يا استاذه رشا، تسلمي لي. ربنا يخليك. بقول لحضرتك انا كنت عايزه الرز بالخلطه والهمبرجر. طيب طيب، اكتبي يا الاعداد كده، يكتب استاذه راجيه هتكتب لي كده الاسئله ديت، وعينيا ليكي. ايه تاني يا استاذه رشا؟
ماما عاوزه اتكلم بحضرتك. ده شرف لينا طبعا، ده شرف لينا. السلام عليكم. عليكم السلام يا استاذتنا يا غاليه، ازي سعادتك؟ يا غالي احلى شيف في العالم كلها. الله يحفظك ويبارك لي في عمرك يا رب، ده من ذوق سعادتك. الشيف محمود مش هتفرج على شيفات خلاص عقد. ربنا يخليك كلهم اخواتي، وانا ليا الشرف متابعه حضرتك لينا كلنا كشيفات طبعا. كده على طول. الله يكرمك ويبارك لي في عمرك. تسلمي لي ست ام رشا، تحت امر سعادتك يا ست الكل. تسلمي. طلبت ده الحاجه اللي هي عايزاها. عفوا طبعا، الاعداد دلوقتي هيكتب لي طلباتها وطلباتها مجابة. ما كانش يوم الجمعة الجاية، يبقى ان شاء الله يوم الحد ان شاء الله. انا شرف ليا خدمتكم طبعا، تحت امرك. استاذة سناء اهلا بحضرتك. يا استاذة سناء اهلا بسعادتك. صباح الخير يا سيد محمود. صباح الفل على عيونك، تسلمينا. حضرتك اخبارك ايه؟ سعادتك بخير، انا بخير طبعا. ربنا يخليك يا سيد محمود. انا بشكرك على الفراخ المحشيه اللي قلتها لي اول امبارح، طلعت روعه، تسلم ايدك. طلعت روعه. سعادتك من اسكندريه؟ انا اسكندريه يا سيد محمود. ما هو اصل البلازما، انا مش بلازما مش شغال على فكره يا استاذ احمد، فانا طلعت سناء اسكندريه وفي بعد كده. ربنا يخليك يا سيد محمود. ربنا يخليك يا رب، تسلمين. بقول لحضرتك انا طلبت منك لما كنت في اسكندريه البطاطس اللي هي المسلوقه اللي محشيه فراخ بالجبنه الموتزاريلا، وعدتني هتعمل. طيب حاضر، عينيا اللي تأمري، اللي سعادتك تأمري بيه انا انفذه. حاضر، خليك الامر لله. تحت امر. من قناه دريم يعني كده تشرفنا بان هي تنزل الحاجات بتاعت حضرتك على اليوتيوب ان شاء الله. حاضر يا ست الكل، تحت امر. اللي سعادتك اللي تأمروا بيه احنا علينا ننفذه. حاضر، تحت امرك. استاذة رشا اهلا بحضرتك. استاذة رشا اهلا بسعادتك. طيب في حد معايا يا استاذ احمد؟ الو. طيب اهلا استاذة رشا، ازي سعادتك؟ اهلا بيك يا استاذة رشا. يا استاذة رشا اهلا بحضرتك. طيب حضرتك حاول الاتصال بينا تاني، واهلا بيك باتصال سعادتك. دلوقتي احنا عملنا جلاش فردناه. بصوا يا جماعه عشان ما تقولوش شيف محمود مسرع، انا بيعز عليا ان انا اكون مسرع، بيعز عليا ان يعدي يوم من ايام مش رمضان وبس، في الايام العاديه. طبعا انا قعدت قبل شهر رمضان الكريم شهر ادرس لكم بكل ما املك، مش ادرس لكم معاش، اللي ادرس لكم ان انا اوصل لكم هنعمل ايه في رمضان. احنا هنا يا استاذه منى دلوقتي بنحاول نكسب الوقت لان الوقت مضغوط، فعملنا اول صنف الجلاش حشيناه جبنه او لحمه ولفيناه رول، خد البيض واللبن سايبه شويه يشرب البيض واللبن، وادخله الفرن على درجه حراره 180. يا استاذتنا يا غاليه يا استاذه منى اهلا بحضرتك. استاذه منى اهلا بحضرتك. كل سنه وحضرتك طيب. وسعادتك بخير يا ست الكل، تسلمي. والله يا سيد حضرتك يعني نورت قناه دريم، واحنا وراك في اي مكان، وربنا يجازيك كل خير على كل اللي بتعمله لنا يا رب. الله يكرمك، وشرف ليا وشرف ليا اتصال سعادتك يا فندم، تسلمي. الله يكرمك. والله انا بحاول اكلم حضرتك من الحلقه اللي فاتت، بس ما شاء الله يعني ربنا يزيد من حبايبك. الله يكرمك، ربنا ما يحرمنا من ذوقك. احنا نفسنا يا شيف يكون البرنامج يعني نشوف حضرتك كل يوم على الهواء. معنا معايا اخ فاضل طبعا الشيف عبد الناصر، ودي فكره البرنامج. احنا مش بنقول اي حاجه على اي شيف، كلهم دي فكره البرنامج في رمضان، وانا مش هقدر ادي مجهود، خلاص انا كبرت ان انا ادي كل يوم، فكده رضا. ربنا يخليك يا رب، انا تحت امرك. عفوا ما تاكلش الاسم قوي كده وتجري، دي ودن بني ادم. ايوه كده. ست ام حسام اهلا بحضرتك. ست ام حسام اهلا بسعادتك. ست ام حسام اهلا بحضرتك. طب اسمعي من التلفزيون يا ست ام حسام. ست ام حسام اهلا بسعادتك. يا ست ام حسام. يا استاذه اسماء اهلا بحضرتك. اهلا وسهلا بحضرتك يا شيخ. ازاي سعادتك يا ست الكل؟ الحمد لله كل سنه. دايما دايما سعادتك بخير، الله يكرمك ويبارك لك. والف مبروك على تواجدك في دريم، دريم نورت. الله يكرمك، ربنا ما يحرمنا من ذوقك، تسلمي لي. الله يخليك. معاكي ست الكل. الجلاش ده ينفع اعمله حلو بس من غير بيض ولبن؟ برافو عليك، برافو عليك. هنحشيه ايه؟ ممكن مكسرات، ممكن كريم باتسري، ونلفه بالراحه، خش الفرن يطلع ياخد سيرب على الوش، مفيش بعد كده. تسلم ايدك يا سيدي. برافو عليك. تسلم ايدك. افكاركم زي الفل.
بصوا يا جماعه الصنف الجاي ده صدقوني صنف بسيط جدا بس غير عادي في جماله، غير عادي في جماله، محتاج له صينيه، محتاج له 3 بيض. بصوا بس ركزوا معايا، انزلي بمقاديرس بريك كده استاذنا الرائع مخرجنا جميل الاستاذ احمد والاستاذه راجيه. انا بحتاج له 3 بيض اللي هي عجينه المكرونه، 3 بيض، معلقه زيت، رشه ملح، وكوبايتين دي او دي للتماسك. اكم من مرات عجنت العجينه دي عشان ممكن اعجنها دلوقتي. وايه هو ده اللي دايما اقول لكم، هنرجع للوصفه صفحه كذا المكرونات. 3 بيض كاني بعمل اومليت، حطيتهم في العجان، رشه الملح، معلقه الزيت، نزلت بدي، ادتني العجينه دي. العجينه دي بقطعها زي ما اتفقنا على 4، على 4 او كده. يا استاذه رشا اهلا بحضرتك. محمود. استاذه رشا اهلا بسعادتك. ازيك يا شيخ محمود، عامل ايه؟ ازاي سعادتك يا ست الكل، ربنا يبارك لنا في عمرك، تسلمي. اخبار صحتك ايه وحضرتك عامل ايه؟ الحمد لله، ربنا يبارك لنا فيكي ويبارك في عمرك يا رب، تسلمي تسلمي. عرفتيني يا شيخ محمود؟ نعم. استاذه رشا الاعداد بتاعي في القناه اللي كانت قبل ديت، وطبعا ليا الشرف طبعا، وانت من الناس الجميله الوفيه المخلصه اللي يا رب يعني ربنا يكتر منهم في الزمن اللي احنا فيه ده. عندك اخلاص غير عادي. اشتغلت مع حضرتك والله، اخلاص غير عادي، والله يا بخت قناه دريم بحضرتك. الله يخليكي، انا الشرف والله ليا، والله شرف ليا ان انا بتابعك كمان ومن ضمن المشاهدين قاعده من اول يوم قدام التلفزيون. ربنا ما يحرمني منك وبجد، ونفسي اسمعك واكلمك من اول حلقه، بس ما شاء الله كم هائل من المكالمات، ربنا يزيد يا رب. الله يكرمك، الله يكرمك. انا عايز اقول ان انت فعلا مثل الوفاء، مثل الشرف، مثل الطاعه، حد جميل، حد جميل من المصريين اللي هم كلهم سيدات مصر العظماء، بيتميزوا بالشرف والأمانة والأخلاق وخفة الدم وحاجات جميلة قوي. ربنا يخليكم ليا، تسلمي لي. طيب وبعدين، وبعدين يا أستاذ عواطف، احنا عجلنا عجينة المكرونة هي يا أستاذ عواطف، وهنبتدي نفردها عشان نسلقها بالشكل ده، تبقى بالشكل ده يا أستاذ عواطف زي اللازانيا اهي. أستاذ عواطف أهلا بحضرتك اهي. كل سنة وأنت طيب وسعادتك بخير يا استاذتنا يا غالي. عايزه الحجازيه ولا عايزه الحجازيه والمعمول؟ سيبي العنوان مع المخرج دلوقتي وبعد البرنامج يجوا لغايه سعادتك، بس كده هنينا ليك. طيب نورت البرنامج. سعادتك بخير، ربنا ما يحرمنا من ذوقك ابدا، تسلمي، متشكر لسعادتك قوي، تسلمي. ركزوا معايا، يبقى انا محتاج يا اما جبنه، جبنه موزاريلا او جبنه بيضه عدمت الملح، تحط عليها ريحان لو ظروفي قادره، والريحان موجود في اي حته، لحمه مفرومه اديتها صوص طماطم بولونيز اهي زي صوص المكرونه الاسباجيتي. وبعدين، وبعدين يا شيف محتاج زبده، مش اكتر من كده. انا هعمل زي اللازانيا بس من غير لازانيا يا جماعه، زي اللازانيا بس من غير لازانيا، من غير بشاميل خالص. يا استاذه ابتسام اهلا بحضرتك. حطيت رق زبده، عارفين الرقاق زي الرقاق، يلا مش هزعلكوا. يا استاذه ابتسام اهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك. ازاي سعادتك يا ست الكل؟ كل سنه وانت طيب. وسعادتك بخير ورمضان كريم عليكم جميعا. الله اكرم يا شيف محمود، منور. الله يخليك يا ست الكل، تسلمي لي، ربنا يعني حضرتك اليوم اللي ما بتجيش فيه ده احنا بنبقى قاعدين كده، بس هقول ايه؟ قاعدين كده، قاعدين كده صايمين. ها محمود، قاعدين كده صايمين، قاعدين كده مش عارفين نعمل ايه. ما معاكم انتوا، معاكم على فكره شيف خبرة عالية جدا، شيف أيوة عبد الناصر، بس الوقت، الوقت خدعه أول مرة، لكن هو حد جميل وبكرة تستفيدوا منه. ربنا يخليك لينا يا شيف، أنا دايما بقول لك أنت تاج على راسنا والله. ربنا ما يحرمك، ربنا يديك الصحة والعافية وتفضل واقف قدامنا كده على طول. ربنا ما يحرمك. لا أروح أفطر، أداني واقف قدامك كده مدام ابتسامة. طبعا يا شيف. ربنا ما يحرمنا من ذوقكم أنتوا. حضرتك قلت هنحط ريحان، ريحان ناشف ولا ما تفرقش، ما تفرقش اللي يجي من ايدك، بس انا عندي ناشف. انت شايفه الصنف ده بيتعمل ازاي؟ عشان انا مش شايف، انتوا شايفين؟ لا لا شايفه، شايفه زي الرقاق بالظبط، بس ده عجينه المكرونه. ايه ده يا شيف محمود؟ يا سلام بالجبنه، بس انا عايزكم تجربوا الصنف دوت وتوصلوا. يا شيف والله تحفه، تحفه تحفه، من الاصناف الرائعه، الاصناف الجميله. بصوا ورق زبده مع اللحمه مع الجبنه
وهنشوف الدنيا فيها ايه يا استاذه ايمان. اهلا بسعادتك استاذه ايمان، استاذتنا الغاليه استاذه ايمان. انا لما بعمل الجلاش بطريقه الحلو مكسرات او كريمه بيبقى طعمه ورق. في السلام عليكم الاول سؤال يعني. ازيك يا شيخ؟ ايه يا عم في ايه يا عم وصيامه زي الاول كده. واذا حييتم بتحيه فحيوا باحسن منها. ان انا اختصر عشان الناس كلها تتكلم. كملي. انا لما بعمل الجلاش بالطريقه الحلو كريمه او مكسرات بيبقى طعمه ورق. انما لما بعمله باللحمه بيبقى عادي حلو. اما بتعمليه بيبقى طعم ورق، طعم العجينه يعني موجود فيه صح؟ بيبقى كان ناشف، مع ان بحط اللبن بالبيض، بحط عسل في الاخر لما بتدي بيبقى. بتدي فيه سمنه او ماده دهنيه؟ بحط له سمنه بلدي. ايوه، ويستوي على نار هاديه عشان يورق معاكي والعجين يستوي ما يبقاش ني. يعني يبقى النار هاديه. يعني بص احنا عايزين نبص هنا كده واحده واحده. أيوة. النار ما على طول ما يتسكاش وياخد وشي من فوق ووشي من تحت. بصي واحده واحده كده وهيبتدي يورق وشوف الدنيا عامله ايه. ابتدى ياخد الوش البيج، ابتدي اهدي له النار شويه كده. طيب. خلاص خلاص واحده واحده وعلى مالك وبالراحه. طيب متشكره قوي يا ستي. تسلم ايديكي وعينيكي، تسلم ايديكي وعينيكي. اخر حاجه هنا بعد ما حطيت رقات الزبده واللحمه والجبنه، ولو عندي ريحان زي ما مدام ابتسام كده قالت، ببتدي احط كده الكلام دوت يا ست ام مهند، ونبتدي نشوف الدنيا هيبقى فيها ايه وهتعمل لنا. يا ست ام مهند اهلا بحضرتك. السلام عليكم يا شيف. عليكم السلام يا استاذتنا يا غاليه، ازاي حضرتك؟ الحمد لله في نعمه والله يا شيف. ازاي سعادتك؟ سعادتك بخير، انا بخير طبعا، تسلمي لنا. الله يبارك لك يا شيف، سلم ايدك يا شيف. الله يسلمك ويبارك لي في عمرك، تسلمي يا ست ام مهند مع سعادتك. الله يخليك يا شيف، الله يخليك يا شيف. عمري ست. في عجينه اللازانيا؟ برافو عليك، برافو عليك، مفيش بعد كده. الله يخليك. هو ده الكلام. ايه تاني؟ لا يعني بصي بصي يا ام مهند خليكي معايا عشان تساعدي برضه الساده المشاهدين. ادي عجينه 2 3 وبعدين احنا بنفردها كده خلاص عشان بس يبقوا عارفين. احنا ما عندناش مكنه معايا ست ام مهند. مع حضرتك يا شيف والله مع حضرتك. احنا ما عندناش مكنه فرد، فاحنا بنساعدهم. فالعجينه دي زي ما قالت ام مهند هي عجينه اللازانيا. فبفرد اول رق كده عشان بس تبقوا عارفين. وادي رق، عارفين فكره البقلاوه؟ نفس فكره البقلاوه، انهم عاملين كده. فبرافو عليك يا ست ام مهند، بس هنا هتتسلق الاول. انا خليتكم تحطوها في اللازانيا نيه صح؟ صح. هنا هتتسلق الاول في صينية فيها مية بملح بزيت عادي كأني بسلق مكرونة عشان تطلع بالشكل ده وتفرق. سواها كله على النار كده زي الرقاق، بس تحفة. اديها بقى جمبري، اديها سمك، اديها فراخ. واول ما تقب كده يا شيف على المية السخنة نعرف ان هي استوت. باشا انتي باشا، مفيش بعد كده. لا الله يخليك يا شيف. انتوا تيجوا تمسكوا برامج مش انا. لا العفو العفو يا شيف. شايفة دقيقة اهو توت عشان يعمل عازل اهو. مدام نجوى اهلا بحضرتك. يا مدام نجوى اهلا بسعادتك. شايفين يا جماعه انا بضيع وقت عشانكم. معاكي مدام نجوى. عامل ايه يا شيف محمود؟ منور الدنيا كلها. ربنا يخليك. ايه صوتك رايح ليه بس كده؟ تعبانه شويه والله يا شيف. الف سلامه عليكي، ربنا يديك الصحه والعافيه يا رب. ما يحرمش منك ابدا ولا من اي حاجه بتقدمها. الله يكرمك ويبارك لي في عمرك. محمود سعادتك تأمري طبعا. طب بقى منك حاجه. سعادتك تأمري. انا عاوز اعيش السرايا، كلته بره في مكان يعني طعمه تحفه 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 تحفه. نعملهولك. حاضر، تحفه 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 برضه. شيف محمود انا عاوزاه من ايديك انت عشان اعمله. حاضر حاضر. عيني ده وعد يعني؟ وعد طبعا، تأمري امر طبعا. طيب ماشي، ما تحرمش منك يا شيف محمود. عيني عيني ليكي، عينيا ليكي تحت. هنا بصوا بقى بنفصلهم ازاي عن بعض. ادي واحد، ادي اتنين، ادي تلاته. تمام كده يا استاذه مي؟ ونسلق هيطلع لي التلات رقات. ممكن ابيتهم من بالليل بين الكاس واعمل اللي بعمله ده وجربوا الاكله دي، مفيش بعد كده. يا استاذه مي اهلا بحضرتك. السلام عليكم. ازيك يا شيخ محمود؟ ازيك يا سعاده الباشا، ازاي سعادتك؟ الحمد لله بخير، كل سنه وحضرتك طيب. ربنا يخليك ويبارك لي في عمرك. تؤمري يا ست الكل. عفوا فاكرني؟ انا ما اقدر انساكو. انا مدام مي من اليوم. طبعا احسن ناس واجدع ناس. ازيك يا محمود؟ على راسي من فوق. انا بصراحه ان هي كسبت حضرتك. الله يخليك يا رب، تسلميلي تسلميلي، ربنا ما يحرمنا من زور.
وبرنامج مبارك عليك ان شاء الله. الله يخليك. والقناة اللي انا كنت فيها قبل ديت يا جماعة جميلة، وبعتز بناسها وباللي فيها والله. انا لن ازم حضرتك والله، يعني شرف لأي مكان بتتواجد فيه شكرا. الله يخليك. لن ازم في قناة مشيت منها وقناة جيتها، كلهم سواسية عندي، مفيش حد احسن من التاني. الله يخليك ويبارك لك. انا حضرتك بتديها شرف انت تشتغل فيها والله. يخليك تسلميلي، ربنا ما يحرمني منك. تسلميلي، شاكر جدا لسعادتك. الله يخليك. الله يكرمك. الله يكرمك. وبعدين كده نص الوقت عدى، وبنلعب في ايه؟ في الوقت الطايع يا استاذه ميرفت. استاذه ميرفت اهلا بحضرتك. السلام عليكم. عليكم السلام يا استاذتنا يا غاليه، ازاي سعادتك؟ ازيك يا شيخ محمود؟ سعادتك بخير، انا بخير، تسلمي. حضرتك منور الدنيا والله. والله الدنيا منوره بسعادتك، تسلمي لي. يا بختك قناه دريم بحضرتك. ربنا يخليكي، ربنا يبارك في عمرك يا رب. تتصرف اي مكان بتروح، ربنا يبارك. الله يكرمك، ربنا ما يحرمنا من ذوقك ابدا يا ست الكل. كل سنه وانتم طيبين وسعادتك بخير. الله يكرمك، شاكر جدا جدا، ربنا يخليكي ويبارك في عمرك يا رب. تسلمي مدام. هنا ادي دي لحمه فلي او بوفتيك او وش فخده. هنا عندي فلفل سلايس، بصل، مشروم. طب شيف محمود، انا كشيف محمود عندي فاض مني صوص اللي هو لما عملت العرق اول امبارح، صوص الدمجة، او هطلعه عن طريق العصاره دلوقتي، الجوس بتاع اللحمه دي دلوقتي، وهنعمل صنف حلو قوي دلوقتي مع المشروم، وهنشوف الدنيا فيها. يا استاذه ميران اهلا بحضرتك. انا نوران يا شيخ. نعم انا نوران. على راسي يا نوران، هو في بعد كده؟ عامل ايه؟ ازيك يا روح قلبي، ربنا يخليك ويبارك في عمرك. ايه رايك في الكنافه؟ مفيش بعد كده، ايه الجمال دوت؟ انت حضرتك نزلتها على الصفحه وكلهم عمالين يقول لك اسلم ايدك يا شيخ، اسلم. طيب يا باشا. انتوا اساتذه عشان تعرفوا ان برامج الطهي قد ايه مهمه بالنسبه لكم. بقول لحضرتك. امريني امر. طبعا. هو حضرتك مش رايح اسكندريه تاني؟ ان شاء الله في اقرب وقت يا حبيبه قلبي. انت شايفه كده السبريك ده، شايفه كده اول مرحله؟ دي اول مرحله كده، هنعمل بقى تاني مرحله اللي هو التسويه التانيه، شايفه عامل ازاي؟ تحفه باذن الله. ربنا ما يحرمنا منك ومن ذوقك يا حبيبه قلبي، تسلميلي. وادي كده بصوا بنقلب الصينيه ازاي عشان تبقوا مركزين معايا. خلينا دي قريبه كده مننا ونشوف الدنيا فيها ايه. يا استاذه مريم اهلا بحضرتك. اهلا يا شيخ محمود، السلام عليكم. ازاي سعادتك يا استاذتنا يا غاليه؟ يخلي كل سنه وحضرتك طيب. وسعادتك بخير، ربنا ما يحرمنا من ذوقك. كريم بحضرتك، يعني انك انت حضرتك بتنور في اي مكان تخشه، يعني بصراحه ربنا يبارك فيك. الله يبارك في عمرك يا رب، انت اللي سعادتك كلك ذوق والله. انت عارف ان انا بعمل لازانيا النهارده، بتعملي عجينه لازانيا برضه؟ انا لسه عاملاها اهو، بفردها اهو. يا عيني يا باشا. وعامله العرق التريبيان كله عملته انت اول يوم. ده يبقى احلى افطار من ايد سعادتك بقى النهارده. الله يخليك، الله يخليك يا شيخ. الله يبارك لنا في عمرك، تسلمي لنا. شكلك كده خليني اغير اللازانيا واعمل بقى اللي انت بتعمله ده. ايوه دي احلى الصنف ده انا مقطالك منه دلوقتي، وتشوفيه مع الجبنه. مفيش بعد كده. بص هي منظره في الطاسه عامل ازاي، انا مش محتاجه اغطيه خلاص. احنا صايمين يا شيخ بقى. ربنا ما يحرمنا منك، ما يحرمنا من ذوقك ابدا. مع السلامه للباشا. تسلمي. الله يكلمك برده، ما سالتش علينا. تسلمي. ربنا ما يحرمنا من سوءك ابدا، الف شكر لسعادتك. حاضر. ست ام ياسمين اهلا بحضرتك. الله يخليك يا حبيبتي. ازي حضرتك يا شيخ محمود؟ ازاي سعادتك يا ست الكل؟ ربنا طيب. وسعادتك بخير، ربنا ما يحرمنا من سوءك ابدا. ايام بخير يا رب. تسلمي، ربنا يبارك لك. ربنا يحبب فيك خلقه كمان وكمان، احسن من الفلوس والبيرة وكل حاجه. طبعا بس يعني شويه فلوس جنبيها شويه برضه يعني. يا اي فكه يا ان شاء الله 10 جنيه يا عمرك. حاول. الله يخليك يا رب، تسلمي. ربنا يكرمك يا رب. ربنا ما يحرمك. عايز لك معانا بقى في دريم على طول ان شاء الله بعد رمضان كمان. والله ان شاء الله، هي كل الطرق تؤدي الى روما، وانا اخدمكم في اي مكان. ربنا يخليك. ربنا يكرمك يا رب. تسلمي. ليا سؤال عند حضرتك. سعادتك. انا عملت سموسك امبارح وتسلم ايدك، بس هي الماليزي فتحت في القلي. فتحت في القايله، هتلاقي بس كان لما ناقصها دقيق شويه ولا كان ممكن ممكن هرجعها معاكي برضو تاني. نعم خلاص هرجعها معاكي تاني كده. ربنا يحسن ما بين ايديك دايما يا رب. الله يخليك يا رب. عينيا عينيا. ربنا يخليك يا شيخ محمود، سلامي لكل مشاهدينك ومتابعينك الكرام. تسلمي. ادي كده الجلاش هيبرد شويه ونشوف الدنيا فيها ايه، ونلحق نشد حنا شويه ونشوف الدنيا فيها ايه. طب وبعدين؟ لا ده انا عايز اكسب وقت. طيب اول حاجه هنعمل ايه ونبقى عارفين بقى هنا ايه وهنا ايه وهنا ايه. هنجيب الحله بتاعتنا عشان نعمل الصوص بتاعنا،
ونجهز الصوص بتاعنا، واللحمه ديت هتبتدي نعمل لها تشوك في الجريلا ديت. يا استاذه سماح، الجريلا دي حلوه طبعا، برضو صحيه جدا بالنسبه للاكل. يا استاذه سماح اهلا بحضرتك. السلام عليكم. عليكم السلام يا استاذتنا يا غاليه، ازاي سعادتك؟ ازاي حضرتك يا شيف، منور البرنامج. والله سعادتك بخير، انا بخير. شايفه تقطيعه الشاورما عامله ازاي، او اللحمه المنسيه ديت يا استاذه؟ جميله جميله يا شيف. الله يخليك، الله يبارك في سعادتك. معاك يا ست الكل، انا تحت امرك. كل سنه وانت طيب، احنا بس بنتصل بيك عشان نقول لك كل سنه وانت طيب. وسعادتك بخير يا ست الكل، يعني بقى في اخر رمضان كده بتقولي لي كل سنه وانت طيب؟ معلش معلش، انا كنت تعبان، عندي برد جامد. هم حبايبي، المخرج بيقول لي وهي بتقول لك معلش، هم حبايبي بيموتوا في الهزار معايا. ربنا يخليك يا رب. معاك صفيه. عارف مين؟ زيك يا سيف. الله يخليك يا رب، الله يخليك يا رب، تسلمي. معاك يا ست الكل. الو، معاك صفيه. صفية دي بس مش مصرية من الواضح. ازيك يا استاذة صفية؟ سورية. سورية على راسي. ده احنا الله، احنا معانا شيف سوري هنا، ان شاء الله هيعجب سعادتك جدا. اكيد شغلك بيعجبنا كتير والله. الله يخليك يا رب دايما، يا رب دايما. نورت الساسه، نورت البرنامج. الله يخليك، ربنا ما يحرمنا من ذوقك ابدا. الله يوفقك يا رب. الله يخليك. والله يجبر بخاطرك ييسر امورك. الله يخليك يا رب، جبر الخواطر شيء جميل، يكبر بخاطرنا كلنا مصريين وعرب وسوريين، ربنا يخليك يا رب. هنا هنبتدي نعمل تشوك، اديتها ملح وفلفل اسمر بس اللحمه، هنعملها تشوك في الجريلا. يا استاذه هاله اهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك يا شيف محمود. ازاي سعادتك يا استاذتنا يا غاليه؟ ربنا يخليك، نورت قناه دريم. الله يخليك. احنا وراك وراك، مهما تروح احنا ما نستغناش عنك، ولا بنعرف الطبخ ولا بنعرف نعمل اي حاجه الا من حضرتك. ربنا ما يحرمني من ذوقك. كل سنه وحضرتك طيب يا اصيل. الله يخليك يا رب. يا احسن شيف، يا اللي ما بنعرفش نتعلم الطبخ الا من حضرتك، ولا بنعرف نعمل الحاجه الحلوه الا من حضرتك. ربنا ما يحرمني من ذوقك. كل سنه وحضرتك طيب. وسعادتك مبروك بخير. مبروك عليه القناه، ويجعلها ادم خير عليك يا شيفنا يا محترم يا غالي. الله يحفظك ويبارك لي في عمرك. ربنا يخليك، كل سنه وانت طيب يا اخويا. الله يخليك يا رب، تسلمي لي. ربنا ما يحرمنا من ذوقك ابدا. ربنا يخليك، مع الف سلامه. الله يسلمك ويبارك لي في عمرك. دلوقتي ادي الفلفل واخده سلايز، ادي البصل برده طرنشات عشان يبقى الموضوع واصل لحضراتكم. ببتدي اتبل البصل بس في الزيت اهو، خلاص. وادي المشروم والفلفل مش محتاجين، وادي اللحمه اهيت خلاص. شايفين التست بتاع الشوي؟ جربوا بس الصنف ده، جربوا الصنف ده يا ست ام منادى، مش هتندموا ابدا. يا ست ام منادى اهلا بسعادتك. ست ام منادى، ست ام منادى اهلا بحضرتك. ازيك يا شيخ محمود، عامل ايه؟ ازاي سعادتك؟ وسعادتك بخير يا فندم، تسلمي تسلمي. الف مبروك عليك قناه جديده. الله يخليكي ويبارك لي في عمرك، تسلمي لي. ربنا ما يحرمنا منك. ربنا يخليك لينا يا رب، ما يحرمنا منك ابدا. الله يحفظك. اي مكان تروحي يا شيخ محمود تنوره على طول. الله يخليك يا رب، تسلمي لي. ربنا الف مبروك يا اخويا، الف مبروك. ربنا ما يحرمنا من ذوقك يا رب، تسلمي. ربنا ما يحرمنا منك ابدا، انا عايز اكلم حضرتك. الله يخليك يا رب، تسلمي. معاك يا ست الكل. معاك يا الو. الو، ازيك يا حبيبه قلبي، ازاي صحتك؟ ازيك يا عم محمود، عامل ايه؟ ازيك يا روح قلبي، ربنا ما يحرمني من ذوقك ابدا، تسلمي لي. كل سنه وحضرتك طيب. وانت طيبه يا روح قلبي، ربنا ما يحرمنا من ذوقك ابدا ويخليكي لينا. الله يبارك فيك يا روحي، تسلمي لي. ربنا ما يحرمني من ذوقك ابدا، تسلمي لي. الف شكر لك. انا بتكلم حضرتك. طيب يا حبيبتي، شايفين البصل ابتدى بس يصفر عندي، عفوا. وادي الفلفل، اهلا بيك يا روح قلبي. ازيك يا سيد محمود؟ ازاي سعادتك؟ ايوه، ازاي سعادتك يا ست الكل؟ ازيك يا عم محمود؟ الله يخليك يا روحي، عامله ايه؟ ربنا ما يحرمني من ذوقك، تسلمي لي. الف شكر ليك يا حبيبه قلبي. هنا مع البصل والفلفل هنبتدي ندي معلقه دقيق صغيره، معلقه دي صغيره بس مع البصل والفلفل اهو. احفظي بس الصنف ده عشان نقدر نطلعه مظبوط. يا استاذه صفاء اهلا بحضرتك. ايوه السلام عليكم. عليكم السلام يا استاذتنا، ازاي سعادتك يا استاذه؟ مع حضرتك. ايوه يا شيخ محمود، ازي حضرتك؟
سعادتك بخير. انا بخير والله، تسلمي لي. كل عام وحضرتك بخير. وسعادتك بخير يا ست الكل، ربنا ما يحرمنا من ذوقك ابدا. جميل قوي يعني. الله يكرمك. الاصناف دي سهله اللي احنا عملناها، هتقدري ان شاء الله تنفذيها. بصي هم واضحين اهم. جميله. الله يكرمك ويجعلكم دايما في العالي يا رب. الجلاش دوت بس الصينيه كده مطوله يعني. عفوا انا مش سامع. عفوا لسه عامله حضرتك صينيه الجلاش ديت بس عاملاها طوابع كده. الله عليكي، مفيش بعد كده. تسلم ايديكي وعينيكي، تحت امرك يا ست الكل. هنا اللحمه شايفين الجوسي واضحه، طبعا البلازما مش شغال. ما انا شغال كده الله وياك. اللحمه هي خدت الصوص بتاعنا، هنبتدي هنا البصل مع الفلفل مع الدقيق. عايز ابقى واضح لكم كده، شويه فلفل اسود. خلاص يا جماعه جربوا الصنف ده مع السبريك مع الجلاش، فيش بعد كده. وادي اللحمه هي يا جماعه الخير. جريلا دي بقى ايه؟ صحتين ليك. هنا يا اما ديمجلاس يا اما اللحمه دي هتطلع لي الجوسي البني اللي انا عايزه اللي هو بالشكل ده. اهي. يعني اللحمه دي هي هتطلع لي ده مع شويه الدقيق. وادي شويه المشروم يا استاذتنا استاذه هاله، ونشوف الدنيا فيها ايه. يا استاذه هاله اهلا بحضرتك. استاذه هاله اهلا بسعادتك. تعالى بقى يا سيدي عيش هنا كده مع نفسك. استاذه هاله اهلا بحضرتك. يا استاذه هاله. استاذه ميرفت اهلا بسعادتك. ازاي حضرتك يا شيخ محمود؟ ازاي سعادتك يا استاذتنا يا غاليه؟ الحمد لله بخير. دايما يا رب بخير يا رب. تسلم ايدك على وصفاتك الحلوه. الله يخليك يا رب دايما، انتوا اللي في العالي وانتوا اللي بتمتعوني بذوقكم وباخلاقكم والله يا استاذه ميرفت. الحاجات الحلوه دي كلها. الله يكرمك. ربنا يبارك لي في عمرك يا استاذتنا، تسلمي. تشكر قوي لسعادتك. يا ست ام دنيا اهلا بحضرتك. السلام عليكم. ازيك يا شيف؟ ازاي حضرتك يا استاذتنا؟ حضرتك عامل ايه؟ سعادتك بخير. انا بخير طبعا. سلم ايديك والله على الحاجات اللي بتعملها جميله. الله يكرمك ويبارك لي في عمرك، تسلميلي. الله يديك الصحه يا رب وتبدع كمان وكمان ويحسن ما بين ايديك يا رب. الدنيا بتبقى حلوه مبدعه بيكوا انتوا والله. ربنا يخليك يا رب. والله يسلم ايديك، النهارده عامل حاجات جميله والمره اللي فاتت برضه. الله يبارك في عمرك، تسلميلي. سلم ايديك يا شيف، كل سنه وحضرتك طيب. سعادتك بخير يا ست الكل. ربنا ما يحرمني من ذوقك، خليكي لينا. الله يخليك. الله يخليك. تسلمي. لا ده انا بلقط منها الزبده. الزبده اللي انا حمرتها فيها فعشان الصيام وكده، حتى اللي هياكل يعني يبقى عارف. دي تحفه. ده انا بس اقطعها لك دلوقتي اتفرج عليها. وخلصت القصه بتاعتنا هنا، دي نمره واحد. ها ايه الاخبار؟ انا عايزكم تبصوا كده معايا كده على اللحمه كده وتشوفوا اخبارها ايه وعامله ايه والدنيا فيها ايه. بصوا كده اهي. تاخدش سوا. والموضوع كله انا عايز اقول لكم انه ما بياخد. بصوا المنظر بتاعها اهي. خليها تعيش كده مع نفسها كده. جايه معاكي. مركزه انت على اللحمه. هي مركزه على اللحمه بس قلبا وقالبا. طيب عفوا ميلي معايا يا استاذه سعاد اهلا بحضرتك. الو. مع سعادتك يا ست الكل. الو ازيك يا شيف محمود؟ ازاي حضرتك؟ انا معاكي. حضرتك اضافه لاي قناه، احنا مش بنقول مبروك ليك، احنا بنقول مبروك لقناه دريم. الله يخليك يا رب، تسلمي لنا. ربنا ما يحرمنا منك وخليكوا لينا واجعلني دايما كده عند حزن سنكم يا رب. الله يخليك يا شيخ. الله يخليك يا رب، تسلمي لي يا ست الكل. يا رب يجعلها ادم الخير عليك يا رب ان شاء الله. الله يخليك، طالما انتوا بخير انا بحس ان انا بخير. الله يخليك. تسلمي لي، ربنا ما يحرمنا من ذوقك ابدا. شايفين يا جماعه؟ ها شايف يا استاذ احمد كده؟ انا ليا هدف حالا هوريه لك اهو. حاضر. انت ليه مستعجل كده؟ انا ما قابلتش مخرج زيك كده مستعجل على طول. طب وبعدين؟ وبعدين هتعمل ايه؟ طب وليه؟ طب وعشان لا طبعا دي مش حقيقه. انا معايا مخرج دمه خفيف جدا والله، ربنا كرمني كده في كل مكان. يا حاجه جمعه اهلا بسعادتك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، ازاي حضرتك يا أستاذنا؟ يا شيف محمود. أهلا بسعادتك. أنت طالع تهل علينا في رمضان طالعة بهية. الله يخليك يا رب. معاها. ربنا ما يحرمني من ذوقك. مش بالأكل بس اللي أنت بتعمله. أنت خالق حواليك مجتمع بعلاقات إنسانية جميلة. الله يخليك يا حاج. ده يبقى ده يعني ده من عند الله.
ونعم بالله يا حاج والله. واسمح لي اقول لك وانت بتقدم وصفات الاكل اعمل حساب الناس العواجيز اللي زي اللي عندهم سكر وقلب فتعمل لهم صنف ينفعل. يا حاج ده احنا على راسنا ويتعمل ويجي لغايه سعادتك في البيت والله. ربنا يخليك ويديك الصحه. ربنا ما يحرمنا من ذوقك. موسوعه مطعم. الله يخليك يا حاج. مطعم بس موسوعه علاقات انسانيه في المجتمع اللي انت عامله حواليك. الله يخليك يا حاج. ربنا يديك الصحه ونشوفك دايما من قدام لقدام باذن الله. تسلم لي يا حاج. ربنا ما يحرمني من ذوقك انت وسعادتك اللي كلك ذوق. الله يحفظك ويبارك في سعادتك. عفوا مني معايا هنا عشان ما يبقاش بس انا يا جماعه بفلت. طبعا احنا بنصلي صيامنا كلنا هنا. انا اخدت جزء من اللحمه المنسيه ديت او الاسترجانوف او زي ما تسموها واديتها حطيتها في الطاجن ما كانتش استوت قوي واديتها بطاطس بيريه على الوش اهيت. ست ام ايا اهلا بحضرتك وادي معلقه زبده وخش الفرن. ست ام ايا اهلا بسعادتك. اهلا بيك يا سيف محمود. سلام عليكم. عليكم السلام يا استاذتنا يا غاليه. ازاي حضرتك؟ الدنيا كلها منور. الدنيا كلها يا سيف محمود. والله الدنيا منوره بيكي انت يا ست الكل. ربنا ما يحرمني من ذوقك. ربنا يخليك. تسلم وتسلم ايدك وتسلم وقفتك يا رب. الله يخليك يا ست الكل. ربنا ما يحرمني منك. كل سنه والناس كلها طيبين يا رب. الله يخليكي. تسلمي انت اللي كلك ذوق يا ست الكل والله. ربنا يخليك. اختك يا سيف. اختي الغاليه. اختي الغاليه طبعا. تتشرف كل الدنيا تتشرف بيك ان انت اخونا يا سيف محمود. الله يخليك يا رب. ده فضل من ربنا عليا. الله يخليك. كيف من حب رب وحب الناس. تسلم يا سيف. الله يخليك يا رب. تسلمي. ربنا يحفظ لك اولادك يا رب العالمين. وبعدين 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 يا ست ام مايكل. يا ست ام مايكل. ادي كده بقى سفرتنا. بس شايفين ها مفيش بعد كده. ست ام مايكل اهلا بحضرتك. عايزه كارت شحن. ست ام مايكل اهلا بحضرتك. اهلا بيك يا سيف. ازيك؟ ازاي سعادتك يا ست الكل. ربنا ما يحرمنا من ذوقك. الله يخليك يا رب. انت طيب يا حبيبي وكل سنه وانتم طيبين. ربنا ما حلو الصنف ده. بصي كده عليه انا حاسس ان ريحته اهو اللي هو المنسيه مع البصل مع الصوص. ها هتعزمنا عليه؟ سيبي يا اما تسيبي العنوان ونبعته لسعادتك. اصل حرام انزلكوا دلوقتي دريم في اكتوبر. حرام. انت كلك كرم. الله يخليك. انا اتعلمت الكرم منكم طبعا. تسلميلي. ربنا ما يحرمنا منك. انت اخ غالي وكل سنه وانتم كلكم طيبين وبصحه وسلام يا شيف. الله يخليك ويبارك لنا في عمرك يا رب. شكر قوي لسعادتك. العافية يا حبيبي. ربنا يسعدك يا رب. الله يكرمك. الف شكر لسعادتك. ست ام آية اهلا بحضرتك. فكروني باللي في الفرن بقى استاذنا الغالي. ست ام آية اهلا بحضرتك. ست ام آية اهلا بسعادتك. ست ام آية. يا ست ام آية. ماشي. اه يا عيني طبعا. الله يديك الصحة انت. يا سلام يا استاذ احمد انت اللي كلك. ارفع ده واضح كده. طيب فكرني باللي في الفرن اهوت كده. المرة اللي فاتت ما استخسرناش فيكي حاجة. اصبري ورزقك في الآخر. لا ولا إيه؟ أنت القائد. لا بس في كل حتة أنا قائد خد بالك. لو فيها موتي في كل حتة أنا قائد. رشا تقول لك إن أنا قائد. حبيبي أنا حطيت دلوقتي. إحنا طلعنا دلوقتي آدي السوبريك. شفنا طريقته عاملة إزاي. والله ما تندموا لو عملته. رائع رائع رائع. اللحمة أهي قدمتها بطريقة تانية برضو. البطاطس محطوطة فوق الطاجن في الفرن. هنفتكر دلوقتي ونطلعها. هنعمل آخر حاجة. ركزوا معايا عشان أنا شايف إن الوقت بصراحة بيجري بصورة غير عادية. بس نشوف هنا. هنعمل تورتة الكنافة. تورتة الكنافة يا جماعة سريعا كده عبارة عن إيه؟ تورتة الكنافة أو تورتة موس الشوكولاتة أو عفوا موس الكنافة أهي. أنا عايزكم بس تشوفوا شكلها الأول وتعرفوا أنا عملت فيها إيه. وسريعا سريعا سريعا هوريها لكم بعد كده على طول. آدي التورتاية أهي قدامنا ونشوف الدنيا فيها إيه. واضحة كده يا أستاذنا الرائع؟ طب تمام. وبعدين
وبعدين وبعدين وبعدين يا ست ام اسلام وبعدين. ست ام اسلام اهلا بحضرتك. السلام عليكم شيف محمود. ازيك يا استاذتنا يا غاليه؟ ازيك انت عامل ايه؟ كل سنه وانت طيب. طول ما سعادتك بخير احنا والله بخير. والله يا شيف محمود اول امبارح الفك كل البرنامج كله على التليفون والنهارده برضو كده. فانا عايزه اقول لك كل سنه وانت طيب. سعادتك بخير. ومبروك يا شيف محمود وانت اضافه جديده لاي قناه بترحها. واحنا معاك في اي قناه يا شيف محمود لان انت تاج على راسنا بجد وانت علمتنا كتير واحنا معاك يا شيف محمود منين ما تروح. ربنا ما يحرمنا منك. ربنا يبارك لك يا رب كده ويحسن ما بين ايدك يا شيف محمود وشكرا على كل اللي انت بتقدمه لنا. الله يخليك. هتعملي تورته الكنافه ديت النهارده؟ كل حاجه بتعملها من ايدك جميله يا شيف محمود. الله يخليها. حلاوتها انها مش تقيله. بصوا بقى احنا ايه فاضل قد ايه يا استاذنا؟ طيب 8 قليل قوي. طيب عشان يلحقوا يعملوها. بصوا يا جماعه الخير ده مش معقوله الوقت هنا. يا ست ام باسم اهلا بسعادتك. ست ام باسم اهلا بحضرتك. طيبين. ازيك يا ست الكل؟ ازاي حضرتك؟ ازيك انت؟ انت عامل ايه؟ طول ما سعادتك بخير انا بخير يا ست الكل. كل سنه وانت طيب. كل حاجاتك جميله يا شيف محمود. جميله جميله قوي. ربنا ما يحرمني منك ومن ذوقك ابدا. كل سنه وانت طيب وحبايبك كلهم طيبين مش هقدر اسميهم انا. الله يخليك يا ست الكل تسلمي لي. كل سنه وانت طيب ويعود عليكم الايام بخير يا رب. ربنا ما يحرمنا منك ويكرمك ويبارك في عمرك يا رب. تسلمي. الله يخليك. الله يخليك. ست ام شكرا. العب. ست ام عماد اهلا بحضرتك. ست ام عماد اهلا بسعادتك. يا ست ام عماد اهلا بحضرتك. ست ام عماد. الو. اهلا معالي الباشا. ازاي حضرتك؟ اهلا شيف محمود. كل سنه طيب. ازيك يا استاذ عماد؟ كل سنه وانت طيب يا باشا. وسعادتك بخير يا سيدي الكل. تسلم لي. كل عام وانتم بخير. كثر خير الجماعه اللي معاك في الاستوديو والله. الله يخليك. ليه؟ الحاجات قدامه حلوه وحاجه سبحان الله. والله الله يخليك يا حبيبي والله ده من ذوقك لان عينيك هي اللي حلوه وهي اللي شايفه الحاجه حلوه. كل سنه وانت طيب يا باشا. كل سنه وانت طيب. الله يسترك ويبارك لي في عمرك. كل سنه وانتم طيبين يا بيه. ربنا ما يحرمنا من ذوقك ابدا. متشكر قوي لسعادتك. بصوا يا جماعه الخير بقى. ها دي ممكن مانجا وممكن كنافة. ها برضو عايز اوري لكم ايه عشان ما نخسرش الموضوع بتاعنا. ها وفي 5 دقايق اوريكم دي اتعملت ازاي. ادي كده القطعة اهي ومصاب مخرجنا الرائع هيجيبها اهو. رق كنافه رق ايه الموس. يا استاذ هاني اهلا بحضرتك. اهلا بيك يا شيف وكل سنه وانت طيب. وسعادتك بخير يا سيدي الكل. ربنا ما يحرمنا من ذوقك ابدا. تسلم. وتحيه خاصه لاسره هذا البرنامج من كل اهل محافظه الشرقيه. على راسنا على راسنا. على الاداء الجميل بتاعك وكل سنه وانتم طيبين. انا هاني القراش معاك صديق دائم ليك. ده شرف لينا يا سيدي الكل. شرف ليا. خليك انت بس. كانوا عايزين بس خشاف وقمر الدين. اول على الطريقه يعني. الطريقه بتاعتها يا بقى علي الباشا. ده انا اتعلم منكم لكن انا اقول لسعادتك حاضر. طبعا الخشاف وقمر الدين بيتبل يسخن على النار. ده انا عملت لكم قمر الدين من اوله لاخره. بس انا هقول لسعادتك دلوقتي ويتعمل مهلبيه او يتشرب. يتعمل مشروب يعني. ده بالنسبه لقمر الدين. بالنسبه لل خشاب برضو بيتقطع سواء بلح عراسيا مشمشية ويتنقع ويتاكلوا بألف هنا. خلصت القصة بتاعتنا. وبعدين اللي في الفرن منك لله مخرجنا رائع. منك لله منك لله مخرجنا عشان اقول لك فكرني ما لحقتش. وبعدين دولي معايا. اهلا اهلا استاذة دولي. كده وضحت كده عشان نلحق نعملها لنا. لا لا مش من قلبي. والله ما من قلبي. استاذه دولي اهلا بسعادتك. اهلا بحضرتك. ازيك يا شيف عامل ايه؟ ازيك يا استاذتنا يا غاليه؟ ازاي حضرتك؟ كل
كل سنة وانت طيب وسعادتك بخير يا أستاذتنا. تسلمي لي، ربنا ما يحرمني من ذوقك أبدا. والله بجد أنا مبسوطة قوي إن أنا بشوف حضرتك وبتفرج على كل حلقات حضرتك. أنا الشرف ليا، الشرف ليا يا أستاذتنا، ربنا ما يحرمني منك، ما يحرمني من ذوقك، أنتوا أهل ذوق. والله أنا ما عنديش سؤال على أي حاجة، بس أنا بس كنت عايزة أقول لك كل سنة وأنت طيب وحضرتك منور الشاشة كلها. والله ربنا ما يحرمنا منك. الاسم الحقيقي دولي ولا لا؟ الحقيقي فعلا. الحقيقي ايه؟ الحقيقي فعلا. والله هما الاسمين احلى من بعض بيني وبينك بقى، وبس بقى عشان احنا صايمين بقى خلاص. جدا على ذوقك يا سيف، كل سنه وانت طيب. تسلمي لي، ربنا ما يحرمنا منك وخليكي لينا يا رب. تسلمي. شايف شايف الجمال المصري يا ابو حميد؟ يا سلام، ونعم الناس ونعم الاخلاق. سريعا كده عايز بقى اوريكم تورته الكنافه، احنا مش طالعين نعرض اطباق زي ما اتفقنا خلاص، وان شاء الله نلحقنا. بصوا بقى مقاديرنا ايه في الكنافه. نزلت مقاديرها يا استاذ احمد. المقادير بتاعتنا عباره عن ان جبنا كنافه اهيت وانا بغرف دوت، حمصناها في الفرن من غير اي حاجه. فاكرين القصه بتاعتنا؟ من غير اي حاجه بتخش الفرن بتتحمص زي العيش، ما هي عامله زي عجينه العيش. دخلت الفرن اتحمصت من غير اي حاجه. بيكون عندي كوبايه سيرب تقيل، ادي السيرب التقيل اهو، شايفينه؟ سيرب الكنافه زي عسل النحل. وبعدين يا شيفنا، وبعدين خلص يا شيفنا، الوقت خلص. بنبتدي ان احنا نهرس اهو. خلصت القصه بتاعتنا ونشوف الدنيا فيها ايه. اهو ادي الجلاش اهو. الله يسلمك حبيبي. طب ان شاء الله باذن الله هحاول الم فيهم الشغل. حاضر، بس اصل الفرن هنا انا مش عارف له، بس ما علينا. بصوا بقى يا جماعه الخير، الموضوع هو سهل قوي، يعني هو المخرج عمال يقول لي فاضل لي 3 دقائق، لكن انا عارف ان انتوا هتقدروا، هنخلص في دقيقتين مش في 3 دقائق. ركزوا معايا كويس قوي بالله عشان تقدروا تعملوا الموضوع ده. ادي هنا الكنافه اهي، ركزوا معايا. الكنافه دي انا جبتها حمصتها اهي، حمصت بقت عامله زي فتته الخبز كده بالشكل دوت. ببتدي اديها السيرب التقيل ده عشان اعملها عجينه. جبنه طوق، ادي الطوق اهو، مش لازم طوق، ممكن صينيه. واكم من مرات اديتكم افكار. ادي الكنافه اهي، ابتديت ان انا اعجنها كده بالشكل ده. هتديني عجينه هي اصلا، سامعين انتوا صوت الخش ديت معايا؟ اما هتديني عجينه هي معايا اللي هي ما ادتش خش خش كده. هيضحك انت هو قوي، ماشي عاجبك كده. هنا ابتدت الكنافه ايه، ابتدت بصوا هي كده طعمها تحفه. ابتديت اعمل اول ديسك كده، ما عنديش ده، بجيب صينيه واديها كيس من تحت، وابتدي ان انا ايه ببطنها بكيس يعني استرتش بقى، انتوا حضراتكم فاهمين. وابتدي اعمل اول ديسك هنا. وبعدين يا شيفنا بنعمل ايه؟ ادي الزبادي. ايه لك لفظ كده سيدي؟ ايوه كده، الله ينور عليك. ادي الزبادي وادي الكريمه، كريم باتسري على كريم شانتيه او كريم شانتيه، والسكر البودر او كريم شانتيه بس، وخلصت القصه. وادي الجيلاتينه اهي، فين الجيلاتينه؟ اهي يا شيفنا. لازم قلنا هنا 30 جرام جيلاتينه، قلنا كل جرام بياخد 5 مللي ميه، يبقى 30 في 5 ب 150. ادي الجيلاتينه اهي يا جماعه الخير اهي، وهنسيبها كده شويه. وادي الكريمه مع الزبادي، الكريمه مع الزبادي. انزل لي هنا كده بقى يا شيفنا. يبقى ادي الكريمه مع الزبادي والكريم شانتيه، واخر حاجه ايه عايز ادي فيها قشطه. اهلا وسهلا. وبعد ما تتضرب وتمام التمام وتطلع معايا، هنقوم رابطينها بالايه؟ بالجيلاتينه. هنقوم رابطينها بالجيلاتينه، الجيلاتينه ديت تمام، بس لازم تسخن على النار، لازم افكها على النار الاول. لا ما تقلقش من الفرن، بس انا اهم حاجه عايز افكها الاول، بس الطاسات الصغيره انا استغرب. حلوين قوي، وديها من عندك يبقى تمام. ماشي، ادي الجيلاتينه اهي يا جماعه اهي، وقت بتبتدي تفك عندي الجيلاتينه كده دلوقتي. ها ايه الاخبار؟
ركزوا معايا عشان الموضوع ده سهل مش صعب خالص. وادي الجيلاتين اهي. هنا ادي اول رق كنافه. يا ريت لو اعمل له ايه؟ ادوس عليه كده بكوبايه. وبعدين اخبار الفرن ايه؟ خلصت القصه بتاعتنا بس كده يا سيدي. يلا تعالى تعالى كده. بطاطس البوريه بقى اللي واخده زبده على الوش وتحتيها الصوص، وطبعا اللحمه كده كملت سواها، وخلصت القصه بتاعتنا. وخلصت القصه بتاعتنا. وبعدين يا شيفنا ارفع كده هات بس كده مظبوط. تسلم ايديك. الزبادي مع الكريمه. طب انزل لي اخر حاجه بالجلاتينه بقى. ادي الجلاتينه هي السايحه. واضرب كده بس. شكرا يا شيف محمود. كده خلصت القصه. من عادي هنا خلاص بقى عشان الوقت خلص. خلاص مع ان لسه لي دقيقتين بس. ما علينا. اهل الجدعنه جدعنه واهل الله. عمري في حياتي لو عملت فيه ما هقول لك والنبي اديني عشان خاطري. طب بالله بصوا كده اهو. حطيت النص يا جماعه اهو. شايفين هيخش التلاجة يجمد شويه. ما الجيلاتينه فعلا الجيلاتينه اللي فيه. بعد ما يجمد شويه هنقوم جايبين ايه رق الكنافه الثاني زي ما انتم شايفينها هنا اهي. خفيفه لا سمنه ولا حطيت. انا استخدمت بدل رق الاسبونج كنافه واخده سيرب اهو كده. تمام التمام يا شيفنا. وبعدين يا شيف محمود انت كده عملت ايه؟ انا كده يا جماعه الخير دخلتها التلاجه مسكت شويه وادي الرق الثاني اهوت كله طبعا بيبقى متماسك. حطينا الرق الثاني. سيبها بقى ساعه ساعتين في التلاجه تطلع تاخد على الوش مانجا، تاخد خوخ، تاخد سيرب، مش توت. عارفين التوت؟ هنعمل شويه سيرب من دول. واخدين توت وندي على الوش توت طالما ما عنديش جيلي تلميع او جيلي تلميع. واخد توت اللي انتوا عايزينه بقى. الباقي بقى بتاع كونت. وادي الكنافه اهي. احنا عملناها هي تقريبا بس عايزه تمسك شويه. هي دي هي دي. وشفنا الزوايا اللي على الوش. حاجات متكلفه يعني. ده بيتكلف بره الكلام دوت. انتوا بتنفذوه هنا. انا بشكر حضراتكم جدا. بشكر قصه التصوير الرائع. بشكر استاذ احمد الرائع المخرج الجميل. راجيا الاعداد. والقاكم ان شاء الله باذن الله بعد بكره. بكره معادنا شيف الجميل عبد الناصر شيف المميز. تابعوه. شيف جميل سوري بيعمل اكل سوري رائع. كلنا هنشجعه وكلنا هنقف جنبه. سوريا احسن ناس واجدع ناس. والقاكم ان شاء الله بعد بكره على خير باذن الله. والسلام عليكم. وحوي يا وحوي رحت يا شعبان وحوي لبدرجت يا رمضان. وحوي يا وحوي رحت يا شعبان وحوي لبدرجت يا رمضان. وحوي يا وحوي خلي هلالك والبدر مبارك شهر مبارك وبقاله زمان. خلي هلالك والبدر مبارك شهر مبارك وبقاله زمان. شهر مبارك وبقاله زمان. محلى نهارك بالخير مليان. وحوي يا وحوي رحت يا شعبان وحوي لدرجة يا رمضان. وحوي يا وحوي جيت بجمالك.